جداً أسعد الله صباحكم. إحنا تم اقتراح عنوان الدورة من الأخ جهاد. الدورة طبعاً كانت بالنسبة لنا مهمة جداً لأنه هي بتحقق غاية تربوية اللي هي ربط المعرفة في حياة الطالب، والتعلم يعني الآن هو عبارة عن ممارسة الطالب حتى يكتسب هذه الخبرة، ولا يمكن اكتساب هذه الخبرة إلا من خلال اللي هو العمل، العمل اليدوي حتى يكتسب هذه الخبرة. طبيعة الحال الاختلاف في الدوائر الكهربائية اللي بنعلمها لطلابنا اللي هي عبارة عن دوائر بسيطة بتم استخدامها من خلال اللي هي أسلاك كهربائية، بطاريات أو مصادر للكهرباء، بالإضافة لبعض المقاومات. الآن هاي الدوائر الكهربائية هي دوائر كهربائية على ألواح مطبوعة، لأول مرة طلابنا بيتعاملوا معها. أعتقد كانت بالنسبة لبعض الطلاب يعني فيها شيء جديد. نحن حاليا في مدرسة الشعلة قدمنا وركشوب نوعية لأول مرة في تقدم لطلاب المدارس تحت مسمى مشروع مناهج. هلأ ميزت المشروع أنه نحن نتعامل مع طلاب المدارس وطلاب الجامعات ونحاول نكون المنفعة متبادلة. الفكرة أنه طلاب المدارس غير جاهزين لمثل هذه المرحلة اللي هي مرحلة جامعية بالنسبة لنا، فحاولنا نفكر كيف ممكن نوصل هيك فكرة للطلاب، كيف ممكن نخليهم يستوعبوا مستوى النظري والعملي للتصميم وصناعة وتركيب البي سي بي. طلاب الجامعات بخصصوا وقت معين لطلاب المدارس يشرحوا لهم فيه أمور متقدمة، علمية متقدمة طبعا، في مجالات الإلكترونيكس، في مجالات الديزاين، الأرت، مجالات متنوعة، ولكن الهدف أنه إحنا نخلي الطلاب يفكروا خارج الصندوق. الطلاب يعني مستعدين للتعلم، غير التعلم اللي يحفظوا من الكتب ويقرأوا، بيحبوا كمان يشتغلوا، بيحبوا يتعلموا أشياء جديدة عملية. مبدأ خارج الصندوق هذا وخارج المنهج مهم جدا للطالب، حتى وإن لم تكن الصورة واضحة 100%، بهمنا يكون عند الطالب الخطوة الأولى والتخيل المناسب للمستقبل. فلما بلشنا البي سي بي وركشوب بدأنا بالناحية النظرية، كانت الناحية يعني شبه بسيطة، مقدمة تعريفية للدوائر الكهربائية والقوانين الأساسية. الطلاب استوعبوها بشكل مفاجئ، أنا كثير استغربت أنه طلاب مدارس ممكن يستوعبوا أشياء طلاب جامعات عم ياخدوها. طبعا احنا ما تطرقنا كثير للناحيه النظريه، ولكن فهموا الكونسبت، فهموا كيف الكهرباء بتمشي، كيف المقاومه، كيف المكثف، وبعدين لما انتقلنا للناحيه العمليه اللي هي كيف تبلش تركب على البريد بورد، كيف تحاول توصل بطاريه مع ضوء، كمان تقبلوها واستوعبوها بشكل سريع جدا. يعني مثل هيك افكار واشياء الطلاب اعمارهم يفهموها دليل على انه العقل موجود والعقل بيستوعب، بس نحن ما عم نستغله لابعد الحدود، يعني عم نخليهم يحفظوا من الكتاب وخلاص وسمع وروح انتهى. طبعا مجموعه مبادره طرحت فكره تحت فكره او تحت عنوان مناهج، طرحت هذه الوركشوب في مدرسه الشعله حاليا، والطلاب بعد يعني ثالث حصه الحمد لله اليوم اعطونا فيدباك و مرجعية جداً جيدة كانت. من شهر أجل طلاب سووا نفسنا دورة اسمها مبادرة. الدورة هاي كان إن هي دورة عن الكهرباء وأشياء البي سي بي ديزاين، يعني هالأشياء هيك. المهم إنه هلا عم نعرف كيف نشتغل وكيف نطبق وكيف نرسم الأشياء على اللوحات، على لوحات البي سي بي. يوم ما اجوا قبل شهر طلاب المبادرة عشان اعلان دورة مبادرة تصميم البي سي بي، حبيت ادخل فيها واشتركت فيها. يوم اول حصة اعطونا اياها حسيت انه احنا ما بنفهم ولا شيء في الكهرباء، وهم فهمونا يعني الاشياء الاساسيات، وحبينا انه التصميم على الكمبيوترات، وقعدنا وعرفنا كيف نصمم انه دائره كهربائيه على الكمبيوتر، كيف نركب الريزيستنس والLED، وكيف بيشتغل المروحه وكيف تشتغل الضوء. او بوجه الشكر للمهندس براء لانه هو اللي علمنا، ومهندس عبد المنعم، وبحب انه تكون في كمان تكمله للدوره، دوره مبادره، لانها كثير مفيده. الهدف من الموضوع انه
نقدم تطوع أو نخصص وقت لطلاب بطريقة جديدة يكون فيها مستفيد الطرفين. طالب المدرسة بيحصل المعلومات اللي هو بحاجتها بأقل تكلفة وبأكبر مجهود، وطالب الجامعة بنفس الوقت بيخصص وقت لطالب المدرسة بيفيده وبيستفيد منه كخبرة تعليمية، وبنفس الوقت بيأخذ مبلغ بسيط مقابل جهوده وتخصيصه لهذا الوقت. طبعا الدورة التي تقدم يقدمها طلاب من على أعلى مستوى وكفؤين جدا، منحدد أهداف معينة ولازم في نهاية الدورة نوصل لهذه الأهداف. تقيم جهود الطلاب عن طريق المدرسة بنفسها. احنا بدأنا بمدرسة الشعلة وإن شاء الله في الفترة اللي جاي بعد ما تخلص الدورة هدفنا مدارس أخرى. الحمد لله مدرسة الشعلة أشارت بهذا العمل وساعدت وساهمت وحفزت بكل معنى الكلمة أنه نقدم هيك شيء، وهذه مش أول مرة بما أنه نحن معظمنا كنا خريجين من هذه المدرسة. والحمد لله نحن اليوم وصلنا في آخر مرحلة وهي عملية تصنيع الألواح الرقمية المطبوعة، وإلى الآن الموضوع تمام ومش عارف أحكي. خلص خلصنا، مش عارف شو تحكي يا جهاد، ما فيش عندي حكي. خلص تمام، كنت ماشي بدي طيب احكي عني أخي، أعمل دعاية لنفسك. طيب أنا براء الجيلاني، إذا بدكم بنرات برولابس